أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة لحضور حفل ختام بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة في نسختها الثانية. وثمن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، مؤكدا سموه على الاعتزاز والفخر الكبير من قبل جميع منتسبي كرة السلة البحرينية بهذا التكريم الأبوي من لدن سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه. وأضاف سموه: رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة موضع اعتزاز وتقدير مما أعطى البطولة قيمة معنوية كبيرة، وهذا شرف كبير لأسرة كرة السلة البحرينية. كما وجه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لإنابة سموه لحضور المباراة النهائية وتتويج الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية والفريق صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية.